طبعا من المؤكد أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما نقول أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم الصفوة الذين اختارهم الله سبحانه عز وجل لنصرة نبيه، هناك بعض من الصحابة من تميزوا بميزات. علي بن أبي طالب رضي الله عنه تكلمنا عنه وقلنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إليه بخصوصية، قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فاستشرف لها الصحابة كل واحد يريد أن يكون ذلك الرجل، حتى قال عمر ما أحببت الإمارة إلا في ذلك اليوم. فقال أين علي؟ فطبعا خص بهذا الفضل. الزبير بن العوام حينما تكلمنا عنه قال الزبير بن العوام حواري من أصحابي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. من أحب الناس إليك؟ قال أبو بكر رضي الله عنه. يعني هناك ميزات يتميز بها الصحابة دون سواهم. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه لكثرة المآثر التي عاشها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإطلاع الله سبحانه عز وجل لرسوله عليه الصلاة والسلام عن أحوال أصحابه، يتخير وينتقي منهم جماعة لتكون الصورة الوضاءة اللامعة التي يمكن أن توضع فيها مثل هذه الثقة المطلقة، فتكون ترتقي إلى مصاف أن تكون محل وموئل سر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لتعلم مكانة الأسرار. كان يقال أيضا أن شخصية حذيفة بن اليمان كان يهابها عمر رضي الله عنه. ما السبب؟ رضي الله عنه. في الحقيقة كانت هذه المهابة ممزوجة بالحب ابتداء. قضية المهابة قد تطلق ويراد بها كثير، ليس الخوف. نعم نعم، كثير من المعاني. عمر الخطاب رضي الله عنه لما أمر حذيفة أرسل معه كتابا إلى أمراء تلك المنطقة التي تأمر عليها حذيفة، قال اسمعوا له وأطيعوا، خذوا بقوله. فلما قدم عليهم حذيفة بن اليمان قال له الناس اطلب ما شئت، فقال اطلب منكم امرين اثنين، اطلب منكم طعامي وعلف دابتي فقط. نعم لا غير. وبقي اميرا الى ان استدعاه عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، واراد ان يمتحنه عمر فكمن له اختبأ له في الطريق. لما قرب من المدينة اختبأ عمر ابن الخطاب ليرى حال هذا الأمير الذي بعثه على الناس، فعاد على نفس الدابة التي ذهب بها، رجع عليها في نفس الحال، لم يزد على ذلك شيئا. فلما رآه كذلك قام إليه واحتضنه وقبله وقال له مقولته المشهورة أنت أخي وأنا أخوك. يعني هذا الصحابي الجليل كما قلت حذيفة بن اليمان، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يروي هذا الحديث، قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسألونه عن الخير وأسأله عن الشر، لأن كثير من الناس تغفل عن الشر، ربما تبتغي بسؤالها معرفة ما يقرب إلى الله سبحانه عز وجل، لكن بقدر ما تسأل عما يقربك إلى الله سبحانه عز وجل ربما تتخذ مسألة عكسية. لكن هو كان يسأله عما يبعد عن الله سبحانه عز وجل لاجتنابه. نعم. قال يا رسول الله هل بعد هذا الخير، يعني الذي جئتنا به، هل بعد هذا الخير؟ لقد كنا في جاهلية وشر حتى جاءنا الله بك، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. قال فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قال وما دخنه؟ قال أقوام يهدون بغير هدي، تسمع منهم وتنكر، أو تعرف منهم وتنكر. قال فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال نعم.
قال دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. يعني اختلاط الآراء، كل واحد يتخذ لنفسه مذهبا معينا ويسير عليه ويلزم الناس به، مع أن المسألة تقتضي في العودة في المسائل الشرعية إلى السنة، إلى نعم إلى مصادرها الأولى، الكتاب أولا ثم السنة ثم أقوال الصحابة ثم أقوال العلماء الضالعين والمعتمدين في هذه المسائل. فطبعا لابد أن ترجع إليهم مسائل الحل والعقد في القضايا التي قد تعرض للمسلمين في حياتهم حتى يتهيأ لمعالجتها، لا أن يتصدى إليها كل من هب ودب.